مرحبا بكم كل ما يتفرجونا على قناه تونسنا. مرحبا بكم في برنامج ستار تايم. اليوم ضيفتنا منال عماره. احنا توا موجودين في الحفصيه باش نشوفوا منال في جمعيه. خلينا نتابعوا مع بعض. عسلامة منال. مرحبا. دونك مرحبا بكم. كيما قالت رندا احنا اليوم في الحفصة. شنو نعمل دوره في الفريب؟ اي في الفريب. مانيش شنو نعمل دوره في الفريب بيانك هو يشهي على الاخر. اما جينا باش نكتشفوا ناس هنا يتحافن برشا. او فيت حبيت نجيبكم للاسوسياسيون اسوسياسيون تهمني برشا لاسوسياسيون دي زونديكابي موتور باش نشوفوا ناس عايشين هما كل واحد في دارهم اما يجيو للاسوسياسيون هذيا باش يعملوا دي زاكتيفيتي. فما دي زاتيليي فما موسيقى فما برشا حاجات. اليوم اسرديت باش نجيبكم هنايا باش نتعرفوا على الاسوسياسيون هذيا. تفضلوا معنا. دونك مدام بلسم انت رئيس الجمعيه هذي؟ نعم رئيس جمعيه مساعده عميقي الاعاقه بالبيت. شنو تزيد نجم تفسر لنا اكثر على الجمعيه؟ هي جمعيه الخصوصيه نتاعها وانها هي تكون تشغل وتاثر مساعدي الحياه والانترفيان الدوميسيل. احنا هذيك الخصوصيه نتاعنا وان احنا كل شخص اللي عنده اعاقه عميقه ولا مرض مزمن اللي ما يخليش هو يتحرك باش ينجم يجي الفضاء من فضاءات الجمعيات احنا نمشيو له عن طريق مساعد الحياه نتاعنا نمشيو له احنا لداره. وانت هوني في مركز النهاري تو تشوف المنظورين نتاعنا تمشي له لوكسيليير دو في تغسل له تبدل له تنظف له تشوف له شنو من الحاجيات نتاعو الكل كي وبعد تجيبه لهنيه باش يقصر شويه الوقت خاطر ماك تعرف الاعاقه نتاعو المرض نتاعو ما يخليش وانه يكون عنده معناها شغل ينجم يعدي فيه وقت ويجي لهنيه. دونك منيل اليوم اكتشفنا فيك حاجه جديده. والله حاجة جديدة لي بديت ما نحكيش عليها برشا معناتها حاجة يظهر لي أنا كل تونسي ذكي نجم يعاون أخوه التونسي علاش لي نجم يعاون ولا المعاونة مجيش كان بالفلوس نجدي بالوقت نجم تكون بالضحكة نجم تكون بالبخيزانس نجم تكون حتى بشطحة معناتها كما قلنا بكري. دونك حكينا على الجمعية تو ماذا بيك نعملوا الدورة باش نشوفوا في ليزاتولي شنو قاعدين نعملوا. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي اللي بحبه ناطرني بالسيارة يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي اللي بحبه ناطرني بالسيارة بحبه حبه ما بقدر خبيه وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجار. أيوة بابا رابا بابا برا 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 هذايا جونا. احنا ديما هكا ديما عاملين جو. دونك نستدعاكم انتم اللي قاعدين تفرجوا فينا باش تجيو وتطلوا علينا هنايا في الحفصية يجيو بحذايا وقت اللي تحبوا. باي باي. دونك منيل ميرسي بيان على الجو اللي عملناه اليوم. وبالحق اليوم اكتشفنا فيك حاجه جديده وعرفني كلي انت سحنينا. دونك منيل هذه نهار الاولاني غدوه شنو البروغرام؟ قول لهم انت شنو البروغرام. غدوه عندنا بروغرام شارجي برشا. غدوه باش نمشيو نتلهيو شويه برويحنا باش شويه ضوفرنا شويه شعرنا وبعد باش نهزكم تمشيو تحوسوا باش تشوفوا شنو هي ابوبخي العيشه نتاع منيل عماره. باش نمشيو للاستوديو وين باش نمشيو الاخر انا قلت لك راندا
نورمالمون هذيك شو الوسام بن عمر. اي شو اي غدوه باش تمشيو تشوفوا معايا احسن روبا باش نختارها واحسن روبا الكليب كاتوسي زاده. دونك ان شاء الله اليوم عملتوا معنا جو وتابعونا باش تشوفوا غدوه شنو فما. نخليكم توا مع كواليس كليب سمعت عليك ونتقابلوا في نهار الجمعه برنامج ستارت اب. سمعت عليك تعيش حب جديد نساك حب زمان. احنا اليوم في تورناج نتاع كليب سمعت عليك، احكي لنا علاش اخترت الاسباس هذا وشنو الكونسيبت نتاع الكليب. الكونسيبت نتاع الكليب هي بنيه تحكي على علاقه حب، خاطر الكليب شهبت في سان فالنتان ان شاء الله في عيد الحب. دونك اخترت الاسباس هذا على خاطره مزيان برشا قبل كل شيء عجبني. En plus de ça, il dégage beaucoup de choses. Tu as des décors, des espaces. Et il y a une chose qui est très bien dans le clip. La bataille aujourd'hui, dans le clip, tu sais quoi faire avec toi? Avec la bataille, c'est comme ça. Je n'aime pas ce que je veux dire. Je vais vous parler de l'autre dans le clip. Bien sûr, je vais vous parler de l'autre dans le plateau. الكليب باش يكون حاجه سبيسيال معناتها من العماره كيما ما شفتوهاش قبل، معناتها سي ان اوتر كونسيبت ماهوش بعلاقه ولا بخوخو ولا بقدوسي. سمعت عليك اغنيه نتاع حب قبل كل شيء، اغنيه نتاع عيد الحب. دونك في عيد الحب ينجم يكون واحد فرحان على خاطر عيد الحب، ينجم يكون مش فرحان تغش على خاطر وحده. دونك هذيك علاش عملت اغنيه سمعت عليك. المكياج والكوافير ستيفيو شكون اللي لابسك اليوم مانيل؟ لبسني وسام بن عمر مكياج وكوافير ستيفي كيما تشوفوا. المخرج زياد لي تايم، مدير التصوير محرز تبقى، ليكيب كلها جن، ليكيب كلها تونسيه. انا قررت باش ما عادش نتعامل كان مع توينسا على خاطر يلزمني نشجع ولاد بلادي، وخاطر سورتو عندنا بوتنسيال قوي برشا، معناتها عندنا دي زارتيست قويين برشا يلزمهم يلقاو في لي سباس، حتى في لي سباس يلزمهم يلقاو وين يبدعوا. دونك كان انا نمشي نخدم في مصر والاخر يخدم في لبنان والاخرى تخدم في دراوين، ما عادش يلقى حتى حد تونسي معناتها يخدم ان برودوي تونسي. مزيكا عيش معك وعلمني شوية لا ننساك، ولو إنه صعيب علي ذي عهواك، وتفكر الأيام اللي عديناها أنا وياك، ونقول للدنيا إحنا عشنا. الله غالب هذا المكتوب ملناش منه هروب، نتمناك تكون فرحان يا المحبوب. انتي اليوم المخرج نتاع كليب مانيل الجديد سمعت عليك، شنو تنجم تحكي لنا على العمل هذا؟ والله معناتها مانيل حضرت غنية وكلمتني وقالت لي، معناتها هي حضرت لونيفير سونور وقالت لي خاطر زوج لونيفير فيزويل تحب تخدم عليه الريفيرونس، فهمت؟ اخترنا الاسباس هذا وحاولنا نتاقلموا معناتها. اخترت الاسباس هذا حبيت نعرف يعني. الاسباس هذا مخدوم على معناتها ديكود ارتستيك اللي احنا معناتها شفناهم في التصوير. و كما تشوف قاعدين نكسروا في برشا في دي كليشي، فهمت؟ اللي تصورت بهم مانيل، فهمت؟ معناتها باش نحاولوا باش نعملوا لها تصويره جديده ونيفير اخر، فهمت؟ جديد ونخدموا على الكلاسيسيزم اللي تلوج عليه هي. خليك معاها بعيد بتهني وانا عليك ملام، خليها تعيش معك وعلمني شوية لا ننساك، ولو انه صعيب علي يذيع هواك، وتفكر الايام اللي عديناها انا وياك، ونقول للدنيا احنا عشنا. لطفي بوسدرة، انت اللي وصلت للفينال متاع Arabs Got Talent، اليوم نشوفوك في كليب متاع مانيل عمارة، شنو الغول متاعك بالذات؟ والله الرول سامبل برشا، باش نعبر على الحكايه نتاع القصه اللي باش تغني عليها ماني العمارة سمعت عليك. بفاسون
دونسونت معناتها موديرن كونتيم فيها دخلت فيها برشا حاجات اما اكثر منها اكتين زيادة اكثر منها معناتها حاجة كي فيها برشا دونس فهمت فاخر ماني لليوم تعمل في المكياج 3 دي شوفوها هكا 3 دي مغري مريات ما نردها ركزنا في 3 دي مغري مريات دي فاخر فسر لنا كيفاش المكياج 3 دي دي حاجة جديدة ولا وي مكياج هذايا كونتورينغ 3 دي 3 دي هي ديجا معناتها كي تشوف الوجه من بعد بفون دو تان مش معناتها تحط فون دو تان هكاها ولا تخدم الاول الوجه تحط لي تري بالكدا فما حاجات كبار لازم صغار فما حاجات كبار لازم صغار لازم كبار لازم صغير هذا باش يعطي في هذا الحاجه هذه باش تعطيها دخله كي نقولوا احنا باش تطلع لها لي بوميت نتاعها اكثر باش تعمل لك ليها فهمت على التوب اجا نفسركم انا فوالا انت بلو سامبل معناتها انت ياسر لي تيغ نتاع التكنيك اون فيت انت كي يضرب الضوء ديما كي يضرب الضوء على الحاجه الفاتحه تظهر كي يضرب الضوء على الحاجه الغامقه ما تظهرش هذيك هي وفيت شنيا لي كوريكسيون معناتها اللي تعملوا يتحطوا في الوجه البلايص اللي احنا نحبوا نظهروهم نعملهم بالفاتح والبلايص اللي احنا نحبوا نقصوا فيهم نعملهم بالغامق هكا هذاك وي معناتها فوالا نجيبوا فاز ما نجيبوش حاجه كبيره وحاجه صغيره قولي بي وزيت التغوا هذاك كيفاش كيفاش هذيك تو بعد نشوفوهم اه هذيك تو تشوف من بعد نتعداهم بعد مع الينا هي باش توريك الينا الينا انا مشي في بالي كي تلبس اللونيت كمان نجيب لك فرد المرة بلازما وش اسمه Remember those walls I built Oh baby they're tumbling down And they didn't دونك توا فيخر باش تعمل ميلونج تخلطهم لي كولور زوز في بعضهم ولا لا؟ بيان سير مش باش يطلع كيما هكا باش نحط الفون دو تان نحاولوا معناتها كي نعملوا فون دو تان لون واحد مي ديما على البلايص اللي احنا عملنا لهم غمقناهم هذوكم نحاولوا باش يقعد فما ديما الاومبغ يعني تبدا غامقه شويه دونك ما نحطوش برشا فون دو تان باش كي تحط تشوف الوجه كله فرد لون مي كومان فما بلايص غامقين شويه بلايص فاتحين فهمت كيف فهمتك فاخر يعملوهم العرايس هذوما بيان سور يعملوهم سورتو العرايس اون فيت يعملوهم العرايس فيه عروسه هذا اللي احسن مكياج انه يبدلها نعرف عرسها هكا اكزاكتومون انا كل يوم عرسي تبارك الله وقتاش عرسك عرسك يعني عرسي عرسي اش نعملوا ستار تايم في عرس مناد ليلي والله ليه ذيك باش نطبعك عادي عرفت من الحمام من الحمام لنهار تزل العرس فيخر شنو تنصح كل راجل يتعرف على طفلة وهي عاملة المكياج شنو تنصح الطفلة باش ما تفزعش راجل جديد يتعرفت عليه تعرفت عليه بالمكياج ننصح كل طفل ننصح كل طفلة عندها قبل ما تخرج من دارهم تمكيش لا أنا ننصح كل طفلة باش تقابل واحد جديد ما تمكيش برشا تمكيش شوية كيفية شوية تمكيش شوية معناتها جوست شوية ماسكارا شوية فوندتان خفيفة على الأخر سي الفازيك لا ما تخبيش برشا حاجات بالشنوه لان مناسبه عندي سهريه كبيره دهري انت تغني يعني ولا انفيتي لا انا نغني انت تغني وين في سوسه اديني قالا يعني تحب تقول اديني قالا دونك نمشي نختار روبا
إلى قيس الكومنت وقولوا لي هذي بي هذي خايبة هذي بي هذي خايبة اكسيتيرا فهمتوا نشوفوا شنو يعجبكم باش ناخذوا رأي الببليك اللي هو انتوما اليوم دونك في خي كمال المكياج توا مازال فما اشعار ولا توا باش تعداو قبل باش نعملو الينا ليه نعملو شعري قبل اه باهي مالا نتعداوش هكايا كي كاش باهي نتعداو تعمل شعرها قبل ومن بعد تقعد عند الينا تعمل ديزاين كيما هكا كيما البيبيات عندك هي دلوله تاع السونتر انا حسان الملعون شكون حسون حسون الملعون قلت حسان انا عملوا له الماسك ولا بالحق راهو بالحق توا فما برشا نسيت يتفرجوا فيك في الدار شنو تنصحهم يعني يجيو الزبده العربي مش الماكله راهو تاكلوها مش باهيه للشعر بالحق راهو الزبده العربي باهيه انا نعم تقعد منهار منهار عليك تبدا تقراص ليه تخليها شويه بركه بون ميرسي صحه يعيشك انا اكمل اي تمام شنو عم بدي افكر دونك مانيل الينا باش تقد لك ضيفك الينا انت روسيه عايشه في تونس قالوا لي عندك بنوته اسمها ياسمين يسر بدينا تحكي لنا شويه عربي تعرف مانيل انت ديما بقد لها دوفرها لا ام هذيك مش عربي لا مش ام تحكي لنا بالعربي الينا بتتفسر لك من بعد هيك الينا تحشم برشا ايا فسرنا الينا شنو باش تعملي اليوم اي اي لا بالعربي عاد دو سبيكر ابي لا تحكي تحكي مالي تحكي شويه باش تعمل لي قداش من صباع زوز تقدر خليها تتكلم ولا قداش من صباع باش تعملي باش شنو الكولور اللي باش تختاروا معناها علي استنى استنى الينا وينهم كل برشا دويفر هذيك؟ هاي استنى خاطر قبل اللي تاب هذيا قبل ما تجيو انتم ليك اللي في السي دي وكلي في الوحده البلاستيك تيان ياسمين هذيك ياسمين هاي السي دي شاهي هذوما الكل هي عملتهم دونك انا مثلا قبل ما تجيو انتم اخترت ديجا الديزاين اللي نحب نعمله وينو اللي اخترته انا؟ النواره هذا فخر فما هذا عجبني وهذا عجبني وهذا هاي اللي اخترته انا هذا شفته دونك هي الميثود التحفونه اللي تعملها هي سيكو ما عادش كنت نجم تشوفوا كانت نوريكم هنا او شفت كيفاش طلع هذاك على اسم اسم الفاز دونك هكا عامل هكا كل هكا هكا
دونك هذه ربا منالا هذه سرويل لا هذه ربا اللي اختارتها من غير دمار هذه ربا اللي اختارتها هذه ربا المزينه على الاخر الطياره على الاخر اللي انا اختارتها هكا بحلينا احسن مسمم عندي انا ميرسي الحمد لله على بيسه نحب نقول لك بارك فيك يعني يعيشك يعيشك الله يرحمها ان شاء الله الله يرحمها دونك اليوم لابسه نوي كيف كيف جين واصفر رونوار سي لي توندونس وهلا قلب على القلب فهمت على الاخر ديجا طوندونس كولور جون سي لا غراند مود فوالا سي لا باليت دي كولور سي طوندونس 2014-2015 فوالا لازمنا لازمنا ذويقه ما دام انت قلت هكا وي على الاخر دونك هاكم تشوفوا ماني اون كريستال كيما العاده سو كالاد ما تعرفوا الغاب نتاعي نتاع الكليب الكل بيسامك الغاب هذيك اللي هكا ليلي توا نلبسو توا نشقشكم ما تقنيش ليه ما نحبش توا خليني مزيد عندي برشا روب باش نقيسها توا عندها سيربريز نتاع الكليب توا عندها سيربريز نتاع الكليب الجاي هكا اون افون بروميير توا باش تقيس الروبه نتاع باش تقيسها توا دونك ماني الهديه روبا اللي باش تصور بها كليب قاتوسي حصريا مازلت ما كملتش راهو هكا مازال وسام بمسيسك جينا اليوم باش ناخذوا الاوكي على الفورم وسام شنو باش تزيدها اون برانسيب مازال لي كريستو ناقصين باش يركبوا باش يكمل الديزاين نتاع الابليكاسيون فهمت مازالوا لي كون نتاعها نتاع الغوب مازال الشابو نتاعها بيان سور الاكسسوار والكل تاويكا كيكا بروفيسوار حاطينها فوالا هذه روبت قطوسها روبت قطوسها شوي ابو بخي الحكايه نتاع قطوسي لا حبيت نختار العروس زعما علاش بتيتر حبيت نختار ان ستيل هكا ايبوري على الاخر ما تظهر ياسر انوسونت فهمت دونك هذيك علاش اختارنا دون سو ستيل لا عملي الفازه هذيا وسام اللي هو قال لي تريز على مود السنا لا الفازه نتاع لي نيفو فوالا En plus de ça, elle met en valeur une taille à donc on rajoute tout. Voilà. Donc, elle m'a fait un muscle à une barque. Elle est là, oui, là, moi, je suis là, 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 يزيه هو ديجا وسام تو بكري هو يعمل لي هكا هاي هاي كهو 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 شويه سي بون منيل في كليب سمعت عليك وسام زاد لبسك علي اخترت لبسه نتاع عروسه في كليب سمعت عليك وفي كليب قاتوس زاد عليه يعني خاطرين عروسه بكري كتعطينا في فلاش على العرس من بين فهمت شي ليكسي شكون قال ليكسي شكون قال قال حد ايوا لي افيد انا نحب برشا معناتها ملينا صغيره تظهر لي كل توت بتيت في كي تبدا صغيره تحلم باللي غوب دو مارياج ومعناتها زلت تحلم انا نحس روحي هكا كي كل برانسيس تحب نلبس لي غوب هكايا كلي غوب برانسيس وبسيرسو وبرشا فوال وبرشا جو كل شيء اذا كان خدمتي تسمح لي باش نلبسهم علاش لي مش خير وخرجته من الكوجينة وأكلته حاجة
بنينة نسيت تعطي بأمه اللهم 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 جديدة اكسكلوزيف على تونسنا لمو لمو توا انت راجل ولا لا وقعدت وسي وسمعت علي كذا الكل حكيت لنا شنو لي زيستوار نتاعهم بي علي اخترت لمو لمو يعني لمو لمو على خاطر اغنيه نحبها برشا انا بيرسونيلمون مشكلتها اللي هي الكلام نتاعها ماهوش ما يتغنيش ديما فهمت دونك هذبتو سي حاتم الجيزاني كالعاده معناتها هذب لي الكلام وجبتوا سي عدلان شاقرون دونك وزعنا الاغنيه هذيا وباش تخرج ان شاء الله دونك اون اكسكلوسيفيتي ديجا عندكم معناتها الجمعه هذه تبدا موجوده دونك بدلنا شويه وليت دخلتوا للكوجينه خرجتوا من الكوجينه وكلتوا حاجه بنينه نسيتوا تطيب امه فوالا فما بهيك الغزره هبلني وزيد بالتبسيمه قتلني بناره يما شعلني وتعدى مبرد دمه ليش كنت تقبل؟ ليه عاد كنت احشم كنت احشم كانت دخلت سال دو بان خرجت سال دو بان نحيت له نانا نانا وعفزت على نانا نانا تيت كما كل على تيت فوالا دونك بدلناهم الكل وبعد هذه بهيك الغازرة هبلني هي لحن حلو برشا الاغنية شوية كانت الكلمات اوزي انت شويه تهذيب كنت ما تتغنيش بالكل في هاي كنت ما تتغنيش دونك دونك منين حابين نبركو لك على اغنيه سمعت عليك خاطر نشحت برشا عجبتهم العباد الاغنيه كيفاش بدلتها احكي لنا شويه شو يقولوا لك العباد اي سورتو بعد الكليب الكليب معناتها بالحق القاع نجاح مش نورمال مع انا بيدي ما كنتش نتصور اللي هو باش ينجح قد هكاك خاطر منين هكا سينسو بيا معناتها في الستيل تاع البخوخ وقطوسي وكل شيء دونك وقت اللي عملت حاجه بلوز او موان ريكحه بون عملتها في الكادر تاع سان فالونتان كوميم اما ما استنيتش اللي الكليب باش ينجح هكاك دونك فرحانه بيه على الاخر الكليب في اقل من شهر عمل نص مليون فيو على اليوتيوب معناتها ماهيش حاجه صغيره و يظهر لي الناس تعاطفوا مع القصه سورتو اي سورتو بعد ما حكيت لهم معليش يعني اي سورتو بعد ما حكيت لهم معليش زادوا تعاطفوا اكثر دونك كها وفات لي ليبيزود هذيك معناتها دونك الحكايه هذيك وفات بلوتو ليبيزود هذيك وفات دونك باش نمشيو قاعده تحضر في كليب قاتوسي عاد اي باش نحضر كليب قاتوسي اما اون اتوندون على خاطر ما نجمش نقعد من هبط حتى على السوق سورتو كو توا وليت بونكتويل ياسر معناتها يلزمني كل فتره كل بيريود نهبط حاجه دونك باش نهبطوا لوم ولوم فماش من بعد بدلنيش شويه شرقي هكا شويه رومانسي جا ولا باش نقعد اعطيني لوم ولوم بالشرق شنو تولي عامله باسبانيول لا امي لا سوي مادري لا سوي مادري نو لا فما في الالبوم ان شاء الله فما اغنيه مصريه من الحان غازي عيدي فما اي فنان يقول لي عندي اغنيه مصريه من الحان غازي العادي اي خاطر غازي عيد نمبر 1 في المصري بالحق عندي اغنيه لبنانيه فما اغنيه خليجيه وفما اغنيه اخرى تونسيه زاده خليجيه عشان نقول انت نقا لا 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 خلينا شويه بالخليجي لا لا احنا تو في لومو لومو انا تو مركزه باش نزيدو نبدلوا شويه حاجات وكل والعسل ليش باش يلمو الاغنيه تقول هكاك منال ديما نشطت بارك الله عليها
اغنيتها جديدة غادي نسمعوا فيها نلم نلم ونحب ونعشق امه. فكرة باهية. طريقة الالقاء شعري نلم تربينا عليها الاغنية. تربينا عليها الاغنية علاش لا بالعكس لي روبريز سيرتو في الاغاني القدم جينيراسيون جديدة ما يعرفوهاش وابريتو معناها الفكرة باهية وقصه منال وهي تبارك الله عليها ديما كيفاش تجي للاستوديو وتحب كل شيء تو تو الو طارق الو انيس تو جاي تو الو اسمع لي تو مكمل ديما مخر لا وهي حرصة على خدمتها معناها دون فاسون اللي شخص كان عندنا برشا كيما منال بالحق والله سيريوزمون معناها تخدم خدمه بالقدا وما في ما على بالهاش معناها دي كريتيك وكل شيء هذاك علاش نجحها خاطر تلمون معناها تسمع وتفلت عملتها كامله كعب وعملت ستايل لروحها وبرافو الحمد لله انا من اكثر المشجعين نتاعي راهو بالطبيعه انا من الفان نتاعها قبل كل شيء احنا اصحاب من قبل ومن اللي يعجبني فيها كوني معناها خدامه وتحب توصل معناها ورب معها نتصورها معناها في 2013 2014 الا في الاكسبسيون في ان شاء الله هذيك كمان فاني ولك منال بحق عايشك دونك منال تعبتني برشا في النهارين هذوما اللي صارت فيهم معاك مش كيما المره اللي شفت كيفاش ميسي تخيل حياتي تخيل حياتي ميسي كل ما نجري ونجري شفتوا كيفاش انتو كان ان شاء الله عملتوا جاو معانا وان شاء الله فرحانه بالقعده معايا نهارين شفت ملي كان جيت معايا كل يوم تعملي رندا دونك شنو تحب تقول لي فانز نتاعك لي فانز نتاعي نقولهم ان شاء الله ليميسيون عجبتكم وفرحانه برشا اللي قدمت لكم اون اكسكلوزيفيتي اللوم واللوم هكا عندك شفت كل مره نقول لك نجيب لك حاجه اون اكسكلوزيفيتي ما هذا سي بون ونستنيكم نستنيكم على الفيسبوك نتاعي نستنيكم نستنى لي كومونتير نتاعكم نستنيكم باش تقولوا لي شنو رايكم في ليميسيون اللي تعدات بي انا مبقى لي كنقول لكم صباح الخير نتقابلوا في حلقه جديده من ستار تايم ومنين ما جاي بدر شنو هاي شوفوا فينا نصوري